السلام عليكم حبايب قلبي، ربي تكونوا بألف خير. معاكم سوما في البيت البسيط، والنهارده بقى هوريكم المشتريات والحاجات اللي جبناها السوق اللي فات، حاجات جميله جدا. كملوا الفيديو للاخر، اتمنى ما تنسوش باللايكات. انا يلا هوريكم بينا. بقى اهم كده اهوت. انا جبت ايه من سوق التلات؟ طبعا الحلقه اللي فاتت انا كنت وريتكم الفيديو بتاع سوق التلات والحاجات اللي فيه، واللي هي من الابره للصاروخ، وبصراحه كان فيه حاجات كتير قوي وحاجات كتير جدا. فتعالوا اقول لكم انا جبت ايه من هناك، يلا نتفرج. اول حاجه انا جبت الجلابيه دي. الجلابيه دي بصوا بالتيكت اهي، بالتيكت يعني جديده خالص. بصوا الجلابيه دي عشان تكونوا شايفينها، بصوا اهي اهي، بصوا الكم بتاعها، انا لقيتها مبحبحه شويه، فانا قلت حلوه قوي انها تنفعني في الصلاه زي الاسداد. جديده لانجا اهي، لما تلبسيها بقى كده ممكن في الصيف تلبسيها على فكره، وليها جيب. يعني ان انا اكتشفت كمان ان هي ليها جيب، يعني ليها جيب واحد. استنوا ما البسها واوريها لكم. هما شايفينها بصوا حلوه جدا وليها جيب، انا لقيت كمان ليها جيب اهي اهي، جميله جدا يعني حلوه قوي. وانا قلت مبحبح، انا كنت جايباها وقلت اضيقها شويه، يعني انا كنت ممكن اخدها كده، انا عندي مكنه اخدها شويه كده اهي وتبقى مظبوطه، لكن انا قلت لا انا هسيبها مبحبحه زي ما هي كده وهصلي بيها. يعني اي اسدال بره دلوقتي مش اقل من 200 250، فدي ب 5 جنيه لما انا اصلي بيها، حلوه ومش وحشه وبكم وبجيب، اهم حاجه الجيب، فجميله وبالتيكت. يبقى دي اول حاجه جبناها ب 5 جنيه. وكمان لفت نظري بقى العبايه السمراء دي. العبايه دي بصراحه يعني بصوا حكايه حكايه بجد. الكم بتاعها شايفين؟ الكم بتاعها شايفين الشكل التطريز من فوق اهو، وفيها كمان بطانه ساتان، يعني هي بطانه اهي، هي عباره عن جاكيت اهي مفتوح وليها بتاع ستان اهو، يعني هي فيها دوت، ممكن انت تغيري الموديل، يعني انا هعمل كده. بصوا جميله جدا، وفي اللبس شياكه شياكه شياكه. دي بردك كانت ب 5 جنيه، استنى ما البسها لكم اهو. زي ما انتم شايفينها بصراحه شياكه قوي هي، يا ربي بس تكون باينه يعني. والكم شايفين الكم عامل ازاي اهو، من هنا بردك حلوة ومقاسي. وبصوا كان فيها بصوا ستان اهو، تحت منها في ستان، يعني انتوا شايفين التصريز، شايفين الشكل عامل ازاي. انا هنا كنت بعدل الكاميرا عشان خفت انها اكون ما بتصورش، اتمنى الشير عشان يستفاد منه عدد كبير من اصحابنا واصدقائنا. يعني انتوا شايفين تطريزها عامل ازاي، شايفين الكمام، الحتة الستانة دي زي ما انا قلت لكم انا بقى هسيبها وهعمل لها تعديل، بان انا هاجي من تحت من هنا وهقص بقى الحته دي اهو، هقص انا بقى ديت واخيطها كده واسيبها كده بقى تبقى تحت البنطلون، لان انا هلبسها طبعا زي تونيك على بنطلون. بس بتبقى شياكه وجميله وما كانش فيها اي خطوش. دي كانت ب 5 جنيه. تعالوا اوريكم جبنا ايه تاني. وجبت الجاكيت ده زي ما انتم شايفين، الجاكيت ده اصلا بيبقى تبع ترينج، فانت وحظك بقى، ممكن تلاقي البنطلون وممكن ما تلاقيش البنطلون. فبصراحه انا ما لقيتش البنطلون، فانا عجبني انا بجيبها، يعني ما بلاقي حاجات زي كده وما بلاقيش البنطلون بتاعها، بروح انا بقى اجيبها وافقها على اي بنطلون عندي، ويبقى انا كده عملت ترنج محترم واتلبس. بكام بقى ديت؟ مش يعني دي مش ب 5 جنيه بجد، هتندهشوا لما تعرفوا سعرها بجد. دي يعني لو بص، هي ناقصه حاجه واحده، ناقص لها بس زرار اهي، هنا ما فيش زرار، هي بصي كل زرايرها اهي موجوده ما عدا الحته دي بس، دي اللي الزرار بتاعها مش موجود. بس شايفين القطيفه الحلوه دي، شايفين الكم عامل ازاي، شايفين من ورا ده، هي فيها من هنا باين سفنج فيها حته سفنج اهي، عشان كده هي عاليه اهي. بصوا اهي اهي، لما انا بقى فردت السفنجه بصوا بقت عامله ازاي، القطيفه القطن الجميله دي مش هتصدقوا والله العظيم، انا جايباها ب 2 جنيه ونص، والله والله كمان مره دي مش ب 5، دي ب 2 جنيه ونص. تخيلوا بقى لما تجيبوا دي ب 2 جنيه ونص
وتلبسوها على اي بنطلون. ايه رايكم بقى؟ السوق ده تحفه بجد. روحوا بجد والله ب2 جنيه ونص. شايفين التطريز بتاعها؟ انا عايزه اوريكم بس يعني التطريز. شايفين التطريز بتاعها؟ شايفين شكلها عامل ازاي والكم بتاعها؟ شايفين اهي ب2 جنيه ونص يا بلاش. يعني لما تجيبيها على اي بنطلون عندك وتوفري بدل ما بره تجيبيها بردك بالشيء الفلاني، ويعني خامه قطن نضيف يعني حلو من القطيفه الحلوه الجميله بصراحه. وجبت التيشيرتيه دي بردك زي ما انتم شايفين كده اهي، تلبسيها تحت جاكيت، تحت فستانك، تلبسيها تحت الترنجات في البيت، يعني اهي بكم الكم بتاعها اللي هو الحلو. ولقيت لونها بصراحه حلو قوي ولونها فاتح، ما كانش فيها بردك اي حاجه خالص، اهي بكم زي ما انتم شايفين كده. دي ب5، لا دي كانت ب5 بس زي ما انتم شايفين حلوه قوي وجميله، وتلبسيها تحت الهدوم، تحت وانت خارجه حلوه اهي، ما كانش فيها اي حاجه خالص. وجبت البنطلون ده كمان، البنطلون ده من اللي هو القطيفه الحلو، القطيفه الحلو اللي بيدفي في الشتاء، يعني ده يعني بنطلون جميل قوي لقيته. بس زي ما انتم شايفينه بقى هو كان عيبه الوحيد انه واسع شويه، فانا بجيبه وزي ما انتم شايفين كده بصوا الرجل واسعه، فانا عند المكنه بتاعتي هاجي من عند الحجر وهاخد حته لتحت اهو، يعني انا هاخد حته الحجر، يبقى انا كده تلفيت حته الحجر اهي، ومن هنا يبقى في الحاله دي بقى بصوا رجل البنطلون، رجل البنطلون اهيت بقت مظبوطه وبقى حلو، وهيبقى ما يعني حلو قوي. ممكن كمان البسه على الجاكيت اللي انا جايباه اللي هو ملوش بنطلون، فانا جايبه ده للجاكيت ده بردك كان ب5 جنيه. القطيفه الحلوه اللي بتدفي بصراحه بجد. وفي حاجه كمان هوريها لكم، وجبت دي، جبت دي زي ما انتم شايفينها كده، بس فيها عيوب كتير قوي بقى، يعني كان فيها بصوا قطع من هنا اهي، فيها قطع من هنا اهي، بردك الصدر بردك فيه اهي قطعات اهي، بردك بصوا الكتف كان فيه قطعات من هنا بردك فيها قطعه. فانا بقى لما بجيب دي بعمل بيها ايه؟ دي بجنيه والله العظيم، دي بجنيه والله، هي واحدة قاعدة بكومة قالت أي حاجة بجنيه، فأنا لفت نظري هي دي بس عشان حاجة واحدة، لأن ديت أنا باخد الكم ده أقطعه وأمسح بيه ترابيزات المطبخ، بس طبعًا أنا بغسلهم كويس قوي، يعني أنا بنقعهم الأول في مية وإبيان، وبعد كده أهوت بروح عاملة لهم دورتين في الغسالة بس كده، وبيبقوا نضافوا زي الفل. بنقعهم الاول بميه واريال واشطفهم كده واطلعهم واعمل لهم دوره في الغساله، وبعدين اعمل لهم دوره ثانيه وخلاص على كده اهو. الكمام دي انا باخدها بعد ما بغسلها وامسح بيها ترابيزات المطبخ. الجزء اللي تحت ده دي القطيفه اللي هي بتشرب الميه، فانا ممكن بقطعهم بقى 3 اجزاء او جزئين وامسح بيها الارض، بتشرب الميه في ثواني. ممكن احطها تحت الارض في المطبخ وانا واقفه، اي ميه تقع او اي حاجه تقع هتشرب الميه، فانا جايبه دي لغرض ان انا مش هلبسها، انا جايباها عشان هقطعها وهعمل منها امسح الترابيزات، احط على ارضيه المطبخ وانا واقفه عشان لو الميه اتدلقت امسح الارضيه. دي بتشرب الميه وبتبقى احسن من اي ممسحه اهي، اللي انا جايباه اللي انتوا شايفينها دي، وبجنيه حلوه قوي. ده زي ما انتم شايفين انا جبت الحاجات دي اللي هناك، يعني يعتبر كده يعني نقول ايه مثلا 10 كده 20، 22 جنيه ونص، عشان احنا قلنا دي ب2 جنيه ونص زي ما انتم شايفينها بالشكل ده والورد اللي عليها ده، وبرضك التيشيرتيه دي تحت الهدوم حلوه قوي، والبنطلون والعبايه بصوا استايلها حلو وجميله، لان انا كنت بدور كتير قوي على عبايات بس لقيتها ب700 و800 وحاجات غريبه كده،
فانا انبسطت قوي لما لقيت العبايه دي، لما لقيتها بقى جبتها وطلعت مقاسي فحلوه، فانا مبسوطه من دي بصراحه، لان انا بقالي كتير بدور على دي، بلاقي ستايلات تانيه بس ما بتعجبنيش، ورد وحاجات كتير كده، لكن دي اللي انا لقيتها ساده كده وسيمبل وخط بسيط كده، فكانت حلوه يعني. وكمان اللي انا انبسطت منه قوي كمان الاسدال، دي تتلبس زي الاسدال دي بتبقى حلوه قوي، وكمان اللون الخفيف الحلو يعني، ممكن تلبسيها في الصيف لو انت حرانه وجايلك ضيوف. ودي كانت المشترات اللي احنا جبناها من سوق التلات، يا رب يعجبكم ويا رب تعملوا شير عشان يوصل لاكبر عدد ممكن، ونستفاد من الثواب كلنا وناخد حسنات، لان في ناس محتاجه الاسواق والمكان دوت. ما تنسوش بالشير واللايك، والسلام عليكم.